شوف وريني برهبتي في شوف انت الروحة خلعت سنين اليوم هذا وهذا وهذه. مرحبا. طبعا شوف الروحة اليوم وش بتسوي ورينا. شوف شوف اسنانها بتطيحي. طيحي اتحداك تطيحينا. اسمع الصوت. اوتش. او ماي جاد. يا ما فرح ما علي ما خاف تقول علي ما خاف قاعده خلي قاعده خلي قاعده يلا يا فرح طيحة يلا فرحة تخلع سنها. اسمع الصوت. يلا 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 فرحة تحاول. او ماي جاد يلا يلا ماما عوارك طاح بس لسه من الجهة الثانية متعلق. يلا ها ها يلا ها يلا. يلا يلا عبودي لا تلحق. يلا يلا شيلها يلا يلا تبي تبي عند داف الروح باقي تحاول إنها تشيله. يلا يلا ماما حاولي. يلا تعلق. شوفها يلا طلعي ارفعه بس من الجهه الثانيه متعلق. شوفي كيف شوفي كيف يرتعد. خلاص فالروحه راح تخلعه. ليش يا عبودي حرام عليك. شوف فالروحه راح تخلع سنها بنفسها ترى. شوفوا كيف استنى مامي. شوفوا كيف يلا انا قلت لك استني علي اصبري بس ما تسمعي الكلام. اخلع عليك انا يعور اجي خلاص حطي عليه. ما يعور مره يعني بس لما الويه هذا اللي وراه يدخل بالهنا. خلني اجرب خلني اجرب يا فرحة. اخر محاوله تحاولها فرحة. يلا زين بعد يلا فرحة تحاول. لا يا عبودي روح رجع رجع هذا حق البخور. رجع ماما بسرعه حق بخوري. يلا فرحة تحاول محاوله اخيره انها تخلع برتها. طلع وريني اياه اللي عند دم. يا حاول اشيله فرح فرح انت اسمع الصوت. ماما ما عنده دم. شوفها شوفها وريني وريني لا حول ولا قوة الا بالله. ورينا شوفوا هذا واحد. وريني اسنانك. شوفها او ماي جاد او ماي جاد. طبعا شوفوا هنا بوريكم الفرق بين السن اللبني يعني السن اللي شوفوا هذا هذا السن اللي يطيح. شوفوا لاحظوا وشو انه ما له جذور ما في اي جذور. شفتوا كيف شكله هذا هذا السن اللبني. والثاني هذا سبحان الله شوفوا كيف جذوره كبيره وعميقه. هذا سن طبيعي. شوفوا كيف هذا كله ترى جذور. هذا الأحمر كله جذور تخيل. هذا على عكس هذا بدون أي جذور. شوفوا كيف شكلها سبحان الله. عشان كذا الأسنان الأصلية حافظوا عليها بالتفريش والنظافة. ما تجيب لحد الكبير تحت الساعة. وين تحطه؟ بعد وساعة الكبير. ليش تبغى تحطه كبير تحت وساعة الكبير؟ عشان تجي السحلة تعد فلوس وتاكل. يجي مين يعطيك فلوس؟ ايه مين؟ الساحرة. مو الساحرة، الساحرة ما تعطي فلوس. مين؟ غزيل. كبر نابل. يا عيلة تاخذ. يقول ابي الكبير. طيب سؤال ليش تبغى الكبير؟ ليش تبغى؟ عشان احد تعد ساعتي. طيب ليش ما تاخذ الصغير؟ ليش تاخذ الكبير؟ انا عادي اخذ كبرنا بالصغير. تبغى الصغير؟ ايه هذا؟ ايه الصغير. لا خلاص هذا دقيقة دقيقة. فخلاص هذا وشو قلنا لكم هذا السن الأساسي. ملاتك السير. وهذا السن اللبني. اللبني بدون جذور. والأساسي له جذور مرة كبيرة. أنا بالسن الكبير. يعني سبحان الله جذور ضخمة مرة. ملك ولا. شوف شكلها كيف. لا. إيش ديدك شو ديدك. شوف شكل جذور السن الأساسي سبحان الله. سبحان الله. حبنا.
شايفين كيف جذور مره كبيره. وريني بربتي في. شوفوا بالروحة خلي عاد سنين اليوم. هذا وهذا وهذه. لازم اللي جيت أخلع سن. لازم ما أخلع واحد، لازم اثنين. لازم مجموعات. أجيبها. خلاص خلي أخلع. أوه ماي جاد شوفوا اثنين. يلا يا فرح اسم الله عليك سلام. البطلة الحلوة اللي خلع أسنانها خاصة قبل شفناهم حنا. طبعا ايش نصيحتك للاطفال اللي يخافون يخلعون اسنانهم؟ ليش يخافون؟ ما في شيء يخوف صح؟ وانه ليش تخلعها طيب؟ عشان يطلع لي ايش؟ سن جديد. سن جديد ونظيف وجميل وقوي وجذوره كبيره. طيب والخرف يقول لك والخرف يعطيك فلوس. مو الخرف يا حبيبي، الغزيل. الغزيل هو اللي يعطيك فلوس. قبل اخذ زين يا دي فلحت. اوكي فروحه. ايوه نصيحه اخيره وكلمه اخيره توجهينها لاصدقائك الاطفال. لا يخاف. ايه ما في شيء يخوف. وانا اخلوا اسنانكم اللبنيه. وايش يسوون في اسنانهم الجديده اللي تطلع؟ يحطونها تحت الاسنان. لا اسنانهم الجديده اللي تطلع فمهم يعتنون فيها ويحافظون عليها وما يكثرون من تناول وش السكاكر والحلويات. ونهاية تفلق وش نقول؟ باي. اذا عجبكم المقطع حطوا لايك. سووا لنا ايش؟ لايك واشتراك. من المقطع لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. يلا باي. Thank you.